كنتواجدوا بالسوق جنان فرنسيس لبيع الملابس القديمه والمتلاشيات. كنلاحظوا ان كاين التجار واصحاب المحلات هنا كيطالبوا بواحد المطلب اللي هو مطلب يعني كما نقولوا جميع التجار ملتزمين به، اللي هو استغلال المحل بصفه دائمه. وكل يعني اي واحد بالدارجه، اي واحد يعني خرج من المحل ديالو فوق 60 يوم ما حلو شي وكان كيفرج برا راه كيتسمى ملغي عنده. ومعنا الان احد مسيرين في السوق هذا. شكرا لهذ الصحافه اللي زارت هذا السوق، اللي هو في الحقيقه السوق ما طاح حتى شي حاجه، مع ان هادشي من المسؤولين. بص ما عرفنا من المسؤولين ما عرفنا شي، منين السوق اللي بادي عامين وما طاح حتى شي مزيان، ما طاح النتيجه، ما عرفنا شي منين. الا كان مسؤولين يطلعوا يشوفوا هذا السوق كان بيع الشرايه، الا عنده شي حاجه يعمرو فهمتي. الا ما عندوش المسؤولين عاد يدخلوا لهنا ويدوروا هنا في السوق، اللي ما كيحوش الحانوت هادي عام او عامين علاش طاب هاد الحانوت؟ شنا صبر الحانوت باش يعمروا؟ علاش عملوا هاد السوق؟ هاد السوق عملوا باش هادي يعطي زيان، باش احنا عندنا السوق هنا باش يفرشوا برا. الا يفرشوا برا حنا كاملين خرجوا برا، علاش طاب هاد الحوانت؟ كنطالبوا حتى الفراشه يدخلوا فهمتي. وكاين دابا خصك تعرف واحد القضيه، كاين دابا واحد راه كاين الناس هنا لا علاقة عندها بالعشرة وقبطة الحانوت، لا علاقة، ما كتبيع ما كتشري، ما بيا قبط الحانوت هنايا، صبر سارح صبر الحانوت سدو سريتينا خلي الحانوت فهمتي تايسوا يبيع. هادي غير باش نبقاو في نفس السياق، لا غير باش نبقاو في نفس السياق يعني على حسب هاد اللافتة شناكم دايرينها انكم كطلبوا لا شي غير باش نبقاو اسماء هاد اللافتة بالحقيقة هاد اللافتة راه هي يعني كت هادي شفناكم انكم كطلبوا كتشجر هنايا باش ان السلطة تحل المسؤولية ديالها. اي واحد ما حاش المحل ديالو فوق 60 يوم كيتسمى ماشي راه 60 يوم راه بزاف، 60 يوم راه بزاف حاشي عطي وحنا شهرين، حنا ندخل سيمانة 10 ايام ما حاش الحانوت تجي مسؤول تزولوا له صافي، حنا عطينا لك الحانوت باش تخدم به، ما عطيناكش باش تشد بشي بحالك. واش ما عندكش غير الحانوت؟ لا باس عليك تاجر ما لا بيعش لا ولا شبر الحانوت وشدوا، ولا كتسنى حتى يزيان وتمشي تبيعوا. ايوا هذا هو المسكين البوبر راه تما كيتكرفص. ها؟ تالي تهضر تقول لك لا كيهضروا علاش كيقول لك على الفراش الفراش، ايوا علاش سميتو هذا السوق هذا؟ الا فرشوا حنا برا. كاملة على حسب العطر ديالك الاستاذ كاين شي ناس مشبرين الحوانت هنا كيفرشوا على برا بزمان هذيك ضروري عرفتي علاش كيخرج لها برا؟ الا ما خرجش حنا ما كيدخل عندنا حتى واحد غيبقى غير جالس على السلعه اللي كتباع تما عندي انا انت بشفتك عاد طلعت تشري كامله عاد جبرات تما ترجع بحالك ما تخش عندي هنا بزمان غنقرب انا غنخرج فهمنا؟ ولما كتحمل المسؤوليه هذه المسؤول كتحمل المسؤوليه المسؤولين اللي مقابلين هذا السوق دابا اي دابا مكان اللي كان شي كيقول لك سير عند الباشا سير عند القايد سير عند رئيس الدائره سير عند هذا لمن نمشيو؟ نعملوا الفوضى؟ نمشي الناس راه كتقيني انايا هنايا كتقيني انايا يومين ثلاث ايام كتجي درهم فيها باش كتقرب باش كتخرج فهمتي كتقول باش تما شي كيبيع شرا ولا بقى جالس هنا مع العلم ان كاينه المساحه كافيه باش الفراشه هنا اذا مول الحانوت مول الحانوت كيعيا باش كيجالس هنا ما كيبيع والو كيقول راه السوق عامر تما باغي يدخل عندي حتى واحد هنا غنخرج هذا هو الواقع هذا الواقع وهاد المسؤوليه كتحملوا المسؤولين اللي كيتحملوا بهاد السوق اللي ما عطى حتى شي نتيجه حتى انا هنا عطيتي هادي عامين معكم عبد الخالق الحمر رئيس الجمعيه ديال المتلاشيات درنا هاد اللوحه هادي درنا هاد اللوحه هادي على حساب هاد اسواق النموذجيه كاين بعض المحلات الناس شدت المحلات ديالها ما غاتفتحش المحلات ديالها غتخلق ضرر لواحد السيد اللي كيبيع هنا يوميا كاين واحد الكميه صغيره اللي كتبيع يوميا غتفتح المحلات وبعض الناس ما مسوقانش لها صبر المحل ديالو هو ما سوقش لهذا البيع والشراء دابا اضطرينا نديروا هذه اللوحه هذه ان شاء الله بحول الله ابتداء من الغداء ان شاء الله غنبداو نديروا واحد غادي نديروا واحد الجمعيه اللي غادا تسهر على هاد اللوحه هادي لجنه غادي تسهر على هاد النقطه الرئيس غير هاد اللوحه هادي يعني كتبتوها يعني مخرجه من واحد بناء على واحد الالتزام اللي كان دارت به اللي داروا به الناس مشاو داروا التزام على راسهم باش يدخلوا المحل هذاك الالتزام لما احترموش هذاك الالتزام راه غيتسحب له المحل بدون حتى شي حاجه
هذه دابا الخدمه اللي غادي نديرو دابا حاليا. هذه النقطه صدا يعني رئيس، يعني بحالنا فرض دابا كما قلنا دابا كاينه 60 يوم، كاينه ظروف، كاينه مرا ولدات ولا راجل مريض ولا شي واحد بحال هذاك، يعني يقدر عنده مبرر. لا هذا يكون عنده مبرر، يكون عند عندنا كاينه السبيطار، كاينه الشواهد ديال السبيطار، كاينه بزاف ديال الحاجات، ما غاديش يكون كلشي مريض. نعم. وكاين كيضطر يسمع في المحل هنا وكيخرج لبرا يفرش. المشكل هو ها المشكل الاول، كاينه بعد المشكل بعد بعد الواحد كاين اخر ما عنده علاقه بهذاك، راه شبر المحل ديالو مشى باعو ومشى يفرش في الزنقه، نوضنا فتنه في الزنقه، ها هو كيخلق فتنه. يعني كيفاش هذا الشباب، واش هذا الشيء هذا كاين ممتلكات ولا ما عرفش الاستفاده عندكم هنا؟ ما هذا الشيء هذا ما كاين علاقه بالبيع، ما عرفناش هذا البيع هذا باش غيبيعوا ما عارفينش. تلقى نسمو تباع محل فلان فلاني ولا التنازل، ما فهمناش هادشي هذا. ولكن انتم كجمعيه كتكون كل عندنا اللوائح ديالنا، عندنا المسائل ديالنا، عندنا الانضباط ديالنا، حنا مطرطين، عندنا كلشي. شوف حنا حنا المسائل كاينه، السلطه اللي غتحمل المسؤوليه هنا ديال هاد السوق هذا راه كاينه. نعم راه واجده من غير الجمعيه، الجمعيه ما كتدخلش في هادشي ديال اي واحد يتحل، ما كيدخل. شوف حنا بالنسبه لينا، حنا بالنسبه لينا راه السيد العمل ولا رئيس الدائره ولا ديك، راه خصو واحد السيد، واحد السيد غادي يكون هنا هو اللي قيصر على هذا السوق. لا كان شي بيع ولا كان شي شراء ولا شي حاجه، راه دايزا الامور عنده بيناتها ما عرفش، ولا احد البيع الناس اللي بايعين حنا راه عندنا. كاين السيد بقى يبيع ويشري، يبيع المحل ديالو من هنا ويخرج للشارع ينوضنا الفتنه. هذه راه مشكله، هذه هذا السوق هذا ما عمرو يزيد القدام. دابا حنا اضطرينا نديروا هذه اللوحه هذه باش اللي ما عندوش الغرض بهذا السوق نشوفوا واحد اخر اللي بيع وشري نعطيوه له نعوضوا له. راه كاينه واحد الكميه صغيره اللي باقا عندها حق تدخل السوق تستافد، راه هي على برا باقا ما استفدتش، هذيك خصها تدخل تستافد. واحد ال 50 ولا ذيك راه هي اللي باقا على برا ما دخلتش السوق، ما عندناش ادرو فيها. هذيك هذيك ما تتفرش الزنقه ما كتفرش شي. فهمتيني؟ هادشي هو. شكرا. كاين الشوس. سمع سمع انا نولي، شوف انا نولي نعاود، سمع سمع نولي نعاود. لا راه كاينه بعد، شوف كاينه بعد الناس باقا ما دخلتش للسوق، بيعه وشرايه وعندها حق تستافد باقا ما دخلتش. كانت كنا حصيناهم، وكانت بالنسبه للسوق كان جات ب 394 294 فندق ديال هادشي ديال السوق النموذجي. قال لك حتى اللائحه الثانيه غادي نعوضوا الناس، باقا الناس بيعوا شرايا خصهم يدخلوا، عندهم حق يدخلوا، وراه حنا اللائحه ديالهم راه هي عند السيد العامل والسيد الباشا راه عندهم محطوطه. قال لك دابا السوق ولا على حساب البلديه، غادي نشوفوا غادي يدخلوا الناس اللي باقا ما دخلتش لتما. راه غير واحد النقطه الرئيس، لاسمي قلت على حساب البلديه، يعني واش داخل يعني كتخلصوا شي جبايات ولا لا؟ الجبايات باقا ما كاين لا جبايات لا حتى شي حاجه هاد الساعه هادي. باقي ما كاينش لا جبايات لا حتى شي حاجه، باقي ما دخلتش تسير البلديه، باقا ما دخلتش، يا لا سلموا لهم. فهمتي؟ حنا بالنسبه لهادشي اللي كاين. انا كنهضر غير على البياع دابا، انت اللي كتقول ما بغيتش كاع هاد الميكرو. لا غير هضر، انت هضر كيما دابا. انا عندي ثلاثه د العواول، انا كنهضر على راسي، ما عندي غير حتى شي واحد، عندي ثلاثه د العواول وعندي الكرا ياك. بنعم بقى جالسه هنايا، شنوكل ولادي بنتي من الصباح وهي جالسه هنا من 9 الصباح حتى دابا 3 دراهم شنعمل بها؟ جلس في السوق واحد اخر يمشي يخرج عنده الحانوت، هما عندهم الحوانت وكيخرجوا الحوانت كيتباع، داكشي شغلهم يبيعوهم ولا يفصلوهم يديروا لهم اللي بغاو، كلشي يدخل ما يبقى حتى شي واحد في الزنقه باش السوق يتمشى. اما لا كان 10 يجلسوا 20 يخرجوا فيه يخدم هذا السوق، ما عمره يخدم، ما يبقى لا سوق حد، لا جنان باشا، لا جنان فرنسيس، لا بلاصه، لا حتى شي حاجه، كلشي يستافد. وكاين الناس قدام بياع وشرايا ما صبروش الحوانت، فهمتيني؟ كاين المنافقين هنايا، انا ما يبقى هنا. شكرا. كيف حالك؟ واحد ما هضر على السوق الاسبوعي. ما بغيتوش السوق الاسبوعي. غتهضروا كاملين بكم، حنا كنطالبوا بالسوق الاسبوعي، حنا كنصبروا هنا بالجوع، كنصبروا. اسمح لي اخي، حنا هنايا صابرين بالجوع ماشي مشكل، ولكن كنا عندنا واحد الفرج نهار في الاسبوع سوق الحد كنا كنترزقوا فيه الله وماشي مشكل. اما دابا حيدوا لنا سوق الحد،
حيدوا لنا الزنقه فين غنمشيو؟ يا نخرجوا كنا يا ندخلوا كنا، وكان طالبوا من المسؤولين جزاهم الله خيرا يجيو يديروا لنا سوق الاسبوعي هنا باش يخدم لنا السوق، باش حنا بغينا البراني اللي يجي يروج لنا السوق. دابا كورونا ما كنجيبوا لا سلعه لا والو، ما عندها من دخل. سمعتيني اخاي؟ هاد المساحه بغينا يكون فيها السوق الاسبوعي باش السوق يخدم لنا، اما باش نبقاو حنا مخشيين هنايا. المراه جايبه 3 دراهم وانا جايبه 10 دراهم، شنو غادي تمنى 10 دراهم؟ هي عندها 3 وانا عندي 4 د العيال، ها؟ والسلعه ما كتخرجش دابا كورونا كلشي ساد، باش فين غادي نمشيو؟ ويجمعوا لنا ويديروا لنا سوق الاسبوعي هنا. حنا صابرين، ما كاينه والو السيمانه كلها، على الاقل ولو غير 50 درهم نهار الاحد باش يتقوت بها الجامع، وشكرا. هكا الواقف. انا تنشكر انا السي عبد الخالق الرئيس، وتنشكر انا العساسه ديالنا الوافي ومحمد القصري ومراد، هادو خصهم يكونوا عندنا العساسه هنايا في هذا السوق، محتاجين بهم. وشي حاجه اخرى ديال الاسبوع يدخلوا هنايا، كلشي يدخل هنايا، وتنطلب من جلاله الملك يجيب المسؤولين ديالو هنايا يجيو يبحثوا هنايا. اش اللي تنطلب؟ انا تنطلب على المسؤول ديال محمد السادس الكبير يجي يسهل هنا، يجي جبنا المسؤولين ديالو هنايا ويحصي عباد الله هنايا، واتساع خاوي كلشي خاوي هنايا. اش اللي تنطلب؟ صافي الاسبوعي يكون هنايا. وتنسكر تنسكر انا الرئيس ديالنا السي سحا، تنسكر العساسه يكونوا عندنا في السوق عاملين فيهم الثقه وعامل فينا الثقه. شي واحد اخر ما كايناش. اش اللي شكرا. خاي الحبيب، المشاكل كما سمعتي معنا دابا، المشاكل اللي كيعانيو منها البيعه والشرايه، وهاد المشاكل هادي ليش راجعة لعدم مسؤولية ديال السلطة المختصة في التسيير ديال هادشي هذا. فحالاش دابا كاين الناس مستافدين هنايا، عندهم محالات هنايا كاينة 300 و294 محل كتعمر، كيعمر 100 محل، هذا بالأغلبية كيعمر 100 محل، وديك 194 فين هي؟ في الزنقة. علاش؟ حيت السوق ما كيخدمش. يعني هنايا مشكل مشترك، المشكل عند البياع والشراي وعند المسؤولين. المسؤولين خصهم يزولوا الفراشه بصفه نهائيه باش الناس كامله تدخل، حيت ملي عتدخل السوق، السوق غيتعرف ضروري غيخدم. ومع العلم ان السوق كبير قادر يحل المشكل الفراشه. لا صورتي معايا؟ صور معايا اخي، شو المساحه، شو المساحات اللي كاينه هنايا، يعني ما كتستغلش هذه المساحات. دور دور دور، هذه المساحات كامله ما كتستغلش، ماشي الفوقي، الساحات الارضيه، يعني الارضيه كامله. هذه قادره تكون مثلا في بلاصه سوق الحال، هذا يخدم ممتاز في بلاصه سوق الحال، وكلشي ياكل ويشرب. والمشكل اللي كاين اخر هي ديال التجاره في المحلات، يعني كاين الناس شبروا المحلات من اجل يعاودوا فيهم البيع مره اخرى، وهذا الشيء هذا راه يعني السلام عليكم. الدواشي مني قلت صواب، انا كنعاني، انا هاد الحانوت هذا باش من عالجواد اللي جمعوا لي باش خلصوه لي انت المحسنين. انا مره المبادرات خلصت، الناس اللي جمعوا لي، هاد الناس كاملين اللي كتشوف هنا هما اللي جمعوا لي باش خلصوا لي هاد الحوينت. مره الناس كيعطوني باش ناكل، ما عندي شي ثلاثه الاولاد، انا الرابعه في ولادي، وكنبيع اللي عطى الله اللي قسم الله البالي، ومره ما كيبقاش عندي، كنخرج نترزق الله على برا ما نكذبش. دابا انا معمره حانوتي ما كنحيدش عليه، كنقيل فيه، واخا كنجوع وكنبيع البالي ما كيناش. اخر كلمه هي هذه، اخر كلمه هي الناس اللي استفدت تعمر البلايص ديالها، هذا هو اخر كلمه، اخر كلمه، ويحيدوا لنا الفراشه من الزنقه باش تحلات السوق هذا يزيد القدام، باش ندخلوا في هاد 2000، باش ندخلوا في هاد 2021 تدخل علينا بالسعاده والهنا والراحه ديالنا، وتدخل بواحد وتحيد علينا هاد البواء. وكنطلبوا الناس، راه الناس دابا خاصها تدخل المحلات ديالها، ولا ما دخلتش، حنا كنضطروا، ولا ما دخلتش المحلات ديالها راه غادي نسحبوا لهم رخاصي، ضروري غادي نسحبوا لهم رخاصي ضروري. وحنا راه غادي نشاهدوا، شو حنا ماشي غادي، حنا ماشي غادي نشوف، حنا ماشي غادي نسحبوا، حنا ماشي غادي نسحبوا المسائل ديالهم، غادي ان شاء الله نخدموا مع السلطه المحليه وغادي تعاوننا
باش تحيدنا الفراشه وباش السوق هذا يزيد القدم. اليوم درت واحد المبادره، السلطه درت واحد المبادره في الصباح، او واحد المبادره صغيره درتها حيدتنا ديك الفراشه الصباح، الناس كلشي ترزق الله هنا. والسوق واسمع، والسوق اسمعني، والسوق زاد شويه القدم. اليوم دار واحد المبادره صغيره السلطه المحليه دارته، كلشي تقدر، كلشي باع وشرى، كلشي باع وشرى والله العظيم. اليوم شوف، اليوم انا نقول لك السيد الرئيس والسيد القائد كنشكروه، مشكور على هذا المنبر هذا، دار واحد المبادره جميله جدا الحمد لله. من جراو على دوك الناس اليوم السوق عمر، بنتنا واحد الرؤيه باش فينا درنا هذه اللافته، شي شويه ديال التزيير ممكن هذا السوق يزيد القدام، والناس راه ترزق الله وغادا تخدم وتدي الوليدات ديالها فين مصيرف الوليدات ديالها. اليوم نهار اليوم، يعني ديك الناس اللي كتفرش برا هما ما فرشوش، السوق اليوم عمر الصباح، السوق راه كلشي اليوم باع يشرى. علاش جراو على ديك الفراشه؟ بنادم ما كيجي يشري، انا كيجيو لعندي دابا جاو، قال لي حنا ما صبرناش واحد ودخلنا هنا، قالوا راه السوق. والله العظيم كيعرفوش، فهمتي؟ نادم مشى اللي كيجي كيجي وما كيزبر حتى شي حاجه كتما في الارض، كيقول فين مشاو؟ كيقول الناس كيقول دخل السوق، راه السوق اش دار تما؟ حقنا اللي كيجبروا الفراشه تما، والناس كتبيع تشري السوق سمي كيبقى هنايا، ما كاينش اللي غادي يجي. بحال اللي قلت قبيله سابقا، حتى جيتي تشري كامله ما تدخلش تما تولي بحالك. ماشي بحالك، غيشري بحالك. طبيعة الحال، فهمتي؟ هما اللي الحوانت هذا هو، واللي عنده شي حانوت يحلو، اللي ما عندوش شي حانوت يجي يحلو، اللي ما عندوش يجي المسؤول يدي والو. ما انا نخاف، ما كاينش الخاف هنايا. صافي. ولا علاقه في البيش، تجي تبان لك الحانوت هنايا. تلقينا النهار كله هنايا. وشكرا على الزياره. شكرا شكرا. نعم. كان معكم لاراش اونفو من سوق النموذجي ديال الملابس المتلاشيه بجنان فرنسيس. بعد قليل نديركم هذه الجوله داخل السوق. ايوا شكرا لكم.